اهلا بكم مشاهدي الكرام في موسم جديد من برنامج صحصح معي على قناة الغد المشرق. اعزائي المشاهدين، العالم في عصر السرعة وفي تسابق كبير للفضاء، مثل اغنياء العالم ايلون ماسك وجيف بيزوس يريدون السيطرة على كوكب المريخ علشان يكتشفوا فيه حياة للبشرية ويعملوا نقلة للبشرية الى الفضاء. لكن احنا محتاجين يا جماعة كذا ناس يطلعونا للفضاء، مثلا عرب علماء او لا مش انتوا فاهمين غلط، لا مش ده، احنا نشتي علماء او ناس مفكرين يوصلونا الى الفضاء يا جماعة، مش ده، لا هذا بيوصلنا للدار الاخرة ما بيطلعناش للفضاء. لكن احنا محتاجين ناس متعلمين مثقفين يكتشفوا يخترعوا. خلاص مصرين، اكيد المخرج والمونتاج شي طلعوا ذا بالغصب للفضاء. اوكي خلونا نشوف ايش داخل جعبته، ايش عنده من افكار وكيف بيوصل اليمنيين والعرب الى الفضاء. لدينا مراجع علمية كبيرة حول علم الفلك وهذه العلوم التي تتعلق بالفضاء. مرة واحدة الفضاء، ايش الاكتشاف الكبير يا جماعة؟ هذا الدست ما جاش من فراغ، هذا دست كبير تقدر تطبخ داخله لحم، تقدر تطبخ داخله الاغبياء، تقدر تطبخ داخله المجانين. دست بطيبة نفس. قال لك لدينا علم كبير انه اللي يوصلنا الفضاء. ما شاء الله. مرة واحدة امريكا والروس لما طلعوا للفضاء ما طلعوش بهذه السرعة، طلعوا حبة حبة، وانت وير سيطرت على صنعاء والان تجي تطلع الفضاء مرة واحدة. انا اعتقد الكائنات الفضائية بيزعلون منك لو استعجلت. يا جماعة اللي اكتشف كوكب زمردة، انا اعتقد هذا الدست، هذا اللي اكتشف كوكب زمردة قبل قناة سبيستون، لان قناة سبيستون تأخرت بالاكتشاف. طيب من هذا المنصة اللي انت فيها شكلك بتوصلنا لدار الاخرة. طبعا العدو هو دمر علينا 10 منصات. يعني تم ضرب المنصات العشر بأكملها. يا جماعة بيني وبينكم، العشر منصات اللي تم ضربها بقول لكم اي شيء. المنصة الاولى منصة ايرلو، هذا ايرلو تم تدمير المنصة حقه لانه عصد اليمن ومتن، عصدها ومتن، ما خلاش للشعب اليمني حاله. وبالمعقول لما واحد الشي يطلع الفضاء ما يطلعش بطائرة درون، عمل لها 2 أجنحة ويقول لك طيران مسير وبيطلع بالفضاء، هذا يروح يضربها على ناس ولا كذا. الفضاء مرة واحدة، يعني احنا في حالة حرب وفي مشاكل ويقول لك احنا بنطلع الفضاء. يا جماعة ما تدخلش العقل انك تطلع بطائرة درون ولا بطق ولا بشاص. ما تدخلش العقل. اللي نعرفه ان الدولة العظمى لما وصلت للفضاء عندها امكانيات قوية وضخمة انها تشتري قمر صناعي او تصنع مكوك فضائي وتوصل للفضاء. قالوا القمر رخيص $200,000، لكن العملية رخيص. ايوه القمر رخيص $200,000، يعني بيروح يبيع على الارض جربه هلقات ويصير على طول يشتري بها قمر صناعي رخيص. انت عارف يبيعوا، تخيلوا يا جماعة القمر الصناعية يبيعوها في شارع كذا سوق، في قمر صناعي $100,000، في قمر صناعي $500,000، رخيص جدا يعني بيطلع بالفضاء يعني. والفلوس هذه من وين بيجيبها؟ اكيد من رواتب الشعب، لأن الشعب مسكين رحم الله يدور ما يأكل، حالة ثم حالة، والرجال يجمع الفلوس ويا ليت لو بيشتري قمر صناعي صدق، هذا بيشتري قمر ويصير يتزوج. أنا أستطيع أقول لك أنه يمكن في خلال سنتين اليمن ستكون دولة عظمى، وصنعنا الطيارات بدون طيار وطلعنا الفضاء. يا جماعة شفتوا لو وصلنا الآن، خلاص راحت أيام زمان، أيام الجوع والفقر والبذلة، طورنا خلاص. يعني اليمن الان يقدر يروح اي دوله ما حد بيمسكه ولا حد بيكلمه، يقول له انت من اليمن، اليمن اصل العروبه واصل التاريخ واصل الصناعات التطور. خلاص احنا مش حاجه قليله يا جماعه. اليمن الان يعيش برفاهيه غير عاديه، من قوه ما هو في رفاهيه خلاص تفرغوا لصناعه الصواريخ والطائرات والدبابات. انتوا عارفين ايش معنى هذا الكلام؟ ايوه ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه بعد الحرب سنتين قد احنا نبيع صواريخ لروسيا يا الله وللصين. سنتين فقط
بعد سنه سنتين يا جماعه واحنا بنبيع صواريخ لروسيا والصين. روسيا والصين خلاص. الرئيس الكوري يعني انا الرئيس الكوري مش محتاج انه يصنع صواريخ او يعمل قنابل نووية أو خلاص يروح لعند هذه الجماعة. هذه الجماعة بتوديه في 60 داهية، أقصد بتوصله إلى الفضاء، يعني بتجيب له صواريخ على مستوى. يا جماعة احنا وصلنا إلى مراحل متطورة قوي. يمكن في خلال سنتين اليمن ستكون دولة عظمى، وصنعنا الطيارات بدون طيار وطلعنا الفضاء. دولة عظمى، خلاص بنكون دولة عظمى. الآن اليمني عايش برفاهية أفضل من الخليجي وأفضل من الأوروبي والشرقي والغربي. من بعد دخول هذه الميليشيات أصبحنا خلاص بنتعامل لا بالدولار، أصبحنا مرتاحين في قمة غير عادية. وصنعنا الطيارات بدون طيار وطلعنا الفضاء. وسنطلع الفضاء، وسنطلع الفضاء، حتى الفضاء ما بيسلم مننا. هذه الجماعة من يوم ما دخلت سيطرت على اليمن وطلعتنا الفضاء، والآن معها مرحلة أني بتطلع العالم كلها الفضاء. من أعظم مخاوفنا أن تستهدف الكعبة، أن تقوم إسرائيل وأمريكا، أن يقوم اليهود والصهاينة باستهداف الكعبة. بعد أسبوع من استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن محطتي نفط في السعودية، عاودت استهداف المناطق المدنية بإطلاق صاروخين تجاه مكة المكرمة وجدة. يا جماعة أنا اللي فهمت من هذا الراجل أنه يحب بقوة، ومن الحب ما قتل. هذا من قوة حبه وخوفه على الكعبة ضربها. يعني لما أنت تحب شيء تضربه. هذا الجماعة يعني لما ضربوا اليمن وشردوا اليمنيين، هذا محبة في اليمن. والآن لما يضربوا على الكعبة، هذه محبة في الكعبة. نفس المخرج الأول أبرهة الحبشي بنى كعبة في صنعاء وراح لا وين؟ راح لا السعودية لا مكة، وراح يهدم الكعبة. والمخرج الثاني يعيد نفس القصة، المخرج عبودي راح لا يضرب على السعودية وعلى مكة. هذا هو خوفهم على الكعبة. يا جماعة استهداف الأماكن المقدسة محرمة في كل الديانات السماوية، لكن الجماعة هذه عندها شيء طبيعي إنها تستهدف أي مكان، تستهدف الحجر والشجر والإنسان. يعني عندهم شيء طبيعي. وفي نفس الوقت مش هذا بس، يزيدوا يستهدفوا مصالح الإنسان، مصالح الناس كاملة. هنا الأمارات أيضا أعلنت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن تصدي دفاعاتها لصاروخين فلسطينيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي. ليش ضرب الإمارات؟ سؤال يطرح نفسه. لأن الإمارات واقفة مع الشعب اليمني. طيب لو ما هيش واقفة مع الشعب اليمني، هل بيضربها؟ لا، هو بيضربها لأني وقفت مع الشعب اليمني، مش من الآن فقط، حتى من زمان، من أيام الشيخ زايد رحمة الله عليه وهو واقف مع الشعب اليمني. والآن الهلال الأحمر إماراتي والشعب الإماراتي واقف مع اليمنيين في كل مكان، في الساحل، في حضرموت، في عدن، في أبيان، في كل مكان، حتى تحرير اليمن. لكن هذه الجماعة ما تشتهاش. الآن ميليشيات الحوثي، ايش غرضكم من استهداف الامارات؟ اكيد في غرض اخر. الضربه في ابو ظبي والوجع في تل ابيب. الضربه في دبي والقلق في الكيان الصهيوني. يا سلام، الضربه في ابو ظبي والوجع في تل ابيب. يعني الان ميليشيات الحوثي اذا هي زعلانه مثلا من تل ابيب تروح تضرب على مصر ولا على الاردن ولا على جزر القمر. خلاص يعني احنا عكس، اذا اول شيء يضرب على امريكا بيروح يضرب على مطار عدن، واذا اول شيء يضرب على اسرائيل بيروح يضرب على السعوديه، واذا اول شيء يضرب على تل ابيب بيروح يضرب على مطار ابو ظبي. يعني هذه تناقضات ولا فاهمين عن ولا انتم حول مثلا ما تفهموش انه تضربوا اي شيء عندكم الضرب العشوائي. ايش التناقضات هذه اللي بينكم؟ في حاله توافق وانسجام كبير بين اليمنيين بعد ما ضرب اليمن. الناس كلها مؤيدة لكم. من اللي مؤيد لكم؟ اشتي اعرف من اللي مؤيد لكم. طيب نشوف اراء الناس. امارات يعني تسهلت الامور للضعفاء. ايجاب ادراج
ميليشيات الحوثي ضمن القوى الإرهابية في العالم. ألوية العمال قلت حققتها الانتصارات، هذا ردة فعلها، لكنهم خسرانين الحوثيين. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أنها أكدت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أكدت وقوف بلادها إلى جانب الإمارات بعد هجمات الحوثيين الأخيرة على أبو ظبي. يا جماعة، العالم كله يدين ويستنكر ما قامت به ميليشيات الحوثي على اعتداءها على دولة الإمارات. يعني ما حد يرضي لهذا الشيء، حتى الأمم المتحدة أدانت واستنكرت. الحوثي محرم على نفسه ومحلل على غيره. يا أخي دام أنت مش راضي على نفسك إن أي واحد اعتدي عليك، لا تعتدي على غيرك. الطائرات التي تقصف في العاصمة صنعاء حاليا هو طيران إسرائيلي، ومن خلال الصوت. يعني قلت لي الآن إنك تعرف الطيران من خلال الصوت. من خلال الصوت. يا سلام سلم. طيب أنا من خلال خبرتي أكيد إن أنا أعرف الطيران من خلال الصوت. هذه من خلال خبرتي، هذه طائرة من حق العند، طائرة لحجي. شوفوا طائرة لحجي. طيب نشوف طائرة ثانية. هذه من خلال خبرتي من خلال الصوت ان هذه طائرة هندي وليست لحجي، اذا طائرة هندي. اذا نشوف طائرة ثانية. هذه من خلال الصوت، الصوت انا ما عرفت ايش من طائرة. هذا الإسرائيلي يتوافق بنسبة 100%، ما عدتش تكثر من كذا بينا. هذه إسرائيلي صهيوني متأكد 100%؟ 100%. طيب ما دام هي طيران صهيوني وإسرائيلي، ليش ما ضربت عليهم؟ رحتوا تضربوا على أبو ظبي وعلى السعودية وعلى الشعب اليمني المسكين اللي جالسين تكذبوا باسم الصرخة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. ليش يا جماعة؟ يعني أكيد في شيء إنكم خايفين انكم تضربوا على اسرائيل. يرجع يباع صميل في يوم من الايام، صميل يعني ها في رازه، ويقول والله ان هذا صميل. يوقع صميل. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ما يوقع صميل خلونا نطلع فاصل ثم نواصل. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. اعزائي المشاهدين، يقول لك المثل لا تكذب حتى تصدق كذبتك. فميليشيات الحوثي من كثر الغباء اللي فيهم كذبوا على أصدقائهم وعلى أصحابهم. يعني يكذبوا على الميليشيات حقهم، يقول لهم أنهم بيطلعوهم الفضاء وهم فاهمين الموضوع غلط، بيطلعوهم للدار الآخرة، يعني يطلعوا يأكلوا تفاح. والشعب مسكين حالة ما حالة، ولا زال الحوثي لليوم يكذب ويحتال على الشعب اليمني. تخيلوا معي يا جماعة، لو نصحى الصباح على صوت فيروز ويعم الأمن والسلام، تخيلوا معي يا جماعة لو كل واحد رجع على بيته وانتهت الحرب وعادوا الأطفال للمدارس والحياة استمرت ورجعت المياه إلى مجاريها. لو يلا العب. العب انت عمج. لعبتي؟ اهو ها؟ هذه يكا وهذه ثلاثة. العب عبد الله يا عمش. أهوى ما؟ وهذه أحلى بنوتة. فين الشاي يا عمنا فين؟ هذا قدهم. ولا بتعمل هاي قدنا الأول. ثلاثة. لعبتي؟ أول لعب. نعم عبد الله في عبد الله. هل انتم مكنتونا شاهي بعدين ولا حد يرضي يحاسب؟ لا شوف، هذه المره اللي بيفوز هو اللي بيحاسبك. يلا بنشوف. خلاص روح مع عبد الله، خلاص ربع بجيبك. خلاص الله معك. خذكم لعبتي. صفر العين. العب. لا تشوفش رجع. ولا تشوفش عيب. مش مريح. مجلس الامن الدولي ايقاف الحرب في اليمن خاصه وفي المنطقه عامه، وجاء ذلك القرار
ضمن خطة السلام في العالم العربي. دي مؤامرة. ايوه 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 هذه مؤامرة والله. انتوا عارفين ايش معنى هذا الكلام؟ ايش؟ بعد ما كنا في فقر وفي جهل وفي كنا يعني عايشين مرتاحين، كنا في قاتل، الشيء رجعوا لنا احنا بسلم وسلام وامان. لا حول ولا قوة الا بالله. مش كذا وبس. ايش؟ شو رجعوا الكهرباء، شو يجيبوا لنا، شو المقاري، المقاري بيصلحوها ما عاد بنشوف ايش، وشو الاتصالات رجعوها، النت، النت اللي كان 1x 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 اليوتيوب لما تفتح فيديو الدقيقة تقرا ساعتين تتفرج عليه وتستمتع. تدري ايش قبلنا؟ ايه 5G. لا لا ابرم لله. الله على الظالم. ايوه الله على الظالم. ايوه يا جماعة جماعة نسيتوا، احنا ولدنا خلاص تعودنا نقوم الصباح نفتح الطاقة نسمع اذان الزقر. انا من الله بالسيجارة. حلوة نحن لازم ما نسكتش على هذا القرار. وكمان في حاجه تمشارين فيها. ايش؟ يحرمونا من الشحافه. لا. من الشموس. لا. ومن الرقده بالكرتون. لا. تحت السياره والكذابين. لا حول ولا قوه الا بالله. وعادوا. ها. يحرمونا من الفيران اصحابي. الذي يواسونا بالليل. لا. والكلاب. لا. وعادوا سابونا. لا. على قرط الشاعر. ها. قال محبوب قلبي هجرني هجرني يا ناس وين اشتكيبة اشتكيبة قفا ولا عاد قالي ما ندري كيف سيبة سيبة محبوب قلبي هجرني يا ناس وين اشتكيبة قفا ولا عاد قالي ما ندري كيف سيبة سيبة على الله سيبة قهري قلبي قلبي احترق من لهيبة النوم ما شيقني كان الشود المصيبة سبع الله سبع وهفوي وقهري قلبي قلبي احترق من لهيبة الله النوم ما شيقني يا الشود المصيبة سبع على الله سبع خلاص هلا ده ايش الكلام الفارغ ده؟ دودو 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 ايش؟ اكلتوا مسجلات وروادي؟ يا عبدو خفاقه خواقه ما تشوفش التلفزيون؟ ايش في التلفزيون؟ شوف على خبر زف. انتوا على فكره اذكياء. انا اول مره ادخل بوفيا اذكياء متعلمين، انتوا ما تفهموش. انتوا اصلا اذكياء من قوه الذكاء. الخبر هذا يعني عادي جدا، من قوة الذكاء اللي فيكم ما قدرتوش تحللوا ايش معنات القرار مجلس الامن الدولي في هذا الاوضاع. مفروض كان يحتاج له كذا تمقي. انا بخبرتي الطويلة عرفت وحللت هذا الموضوع. طيب اصلوا اصلوا اللي عرفته وحللته ايش قلنا احنا اصلوا. بقول لكم قول. اولا وثالثاً القرارات التي كانت في مبنى مجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في اليمن وفي المنطقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنه اليمن والدول المنطقة خلاص بنرجع من الحرب والدمار والقتل والتشريد والإرهاب، بنرجع إلى قمة الرداء، إلى قمة الأمن والاستقرار والراحة النفسية. أنتم راضين على هذا الشيء؟ لا. أيوة كذا. ثانيا لما كنتوا تعرفوا أن الفقر يدخل بيوتنا، هذه حاجة حلوة ولا لا؟ متعة متعة. هي المدارس مغلقة، المجاعة موجودة في كل مكان، البطالة نشوف البطالة كده مسيطرة علينا في كل مكان. الدكتاتورية موجودة في كل مكان.
مسيطرة على كل الزقاق. ايوه انتوا تشتوها الان. ايوه هم الان يشيخذوها علينا. لا قوة الا بالله. هل انتوا تشتوا غاز؟ لا. تشتوا كهرباء؟ لا. طيب تشتوا انترنت؟ لا. تشتوا تطلعوا الفضاء؟ لا. انا ما نشتي نطلع الفضاء ولا نشتي هذه الاشياء الكبيرة اللي ما لها معنى. صح. ولكن ومن هذا المنطلق انا قررت قرار من هذا المقهى. القرار الاول ايوه من الماده شاهي ملبن زائد سكر هو اننا نتخذ ونذهب الى مقر ومكتب الامم المتحده ونعمل شويه مظاهرات على شويه توائر وكفرات سيارات ونحرق ماده الديزل علشان تلتهب في امام المقر من أجل نسقط هذا القرار الذي ضدنا. الآن أنا أشتيكم تنهضوا وتتجهزوا وتروحوا إلى مبنى الأمم المتحدة أو مقر مكتب الأمم المتحدة وتقولوا لهم لازم أنكم تسقطوا هذا القرار الأممي. أيوة لازم يكون عندكم إرادة وإصرار وتحرقوا التوائر ويطلع الدخان وبيسقط هذا القرار. نعم للفقر، نعم للجوع، نعم للغاز، لا الكهرباء. يلا يلا حركونا. أيه حركونا. السلام عليكم. يلا يلا لا تنسوش التوائر والدخان علشان يسقط القرار. ما عليكم من هذا كله؟ لو كان قرار مجلس الأمن الدولي انه يوقف الحرب في اليمن وفي المنطقة، يا ليت يا ليت يتوقف الحرب ويعم الأمن والسلام. أعزائي المشاهدين، في فقرة نافذة أمل، ريم حميد شابة يمنية صنعت روبوت لكشف فيروس كورونا عن طريق درجات الحرارة بالليزر. الاختراعات أغلبها يعني تحاكي الواقع بحيث إنه تحل مشاكل معينة موجودة في الحياة، مثل جلابس طبي أو مثل تقليل زحام الشوارع أو مكنسة كهربائية أو بوابة روبوتية. الزائر يقوم بفحص درجة الحرارة عبر حساس الليزر وقياس نبضات القلب، ومن ثم تعقيم يدي، فيما بعد اتجه الى البوابه، اما كانت هذه المنشاه هي عباره عن مستشفى او عباره عن مدرسه او عباره عن مؤسسه تعليميه او عباره عن منظمه. الله لما نشوف شباب وشابات مبدعين مبتكرين ويرفعوا علم بلادهم فوق بابداعاتهم. لا لا انت مش من الشباب، انت اطلع الفضاء، مش وقتك. يلا يلا روح روح روح. ونحن نتمنى من الحكومه، اذا في حكومه، انها تدعم المبدعين الشباب. يا اخي انت مش من الشباب، مش وقتك. ايش جابوا ذا؟ تخرب علي الحلقه. انت اطلع الفضاء، اطلع اكتشف، في عندك ابتكارات وابداعات، اطلع الفضاء. صرخوا ب 200,000 300,000. ونتمنى انه اي مبدع لازم انه يسقل موهبته ويواصل في كل المجالات، ونتمنى الخير لكل إنسان يحب أنه يخدم بلده في هذه الظروف. أعزائي المشاهدين، ننتهي لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صح صح معي. أستودعكم الله.